بيان خطير مصري عن تعطيش المصريين بسبب سد النهضة، وعاجل الجيش الأمريكي يوجه رسالة هامة لمصر، وهام مصر تكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر، ومصر تحدد أعمالا لا يجوز فيها تشغيل النساء، ومفاجأة كبرى نكشف أسباب استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية في مصر. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر مهم جدا معانا، وبيان خطير مصري عن تعطيش المصريين بسبب سد النهضة. أوضح المتحدث باسم وزارة الري في مصر، طلع ببيان وقال إن أسباب البيان الذي أصدرته الوزارة بخصوص سد النهضة الإثيوبي وأضراره المحتملة على مصر، وأشار إلى أن الفيضان سيسبب ضررا يختلف حسب درجته بين عال ومتوسط ومنخفض، وقال إن مصر تتحدث مع إثيوبيا منذ 10 سنوات، يعني في مفاوضات من 10 سنين، من أيام 2011 لحد الآن 10 سنين بالتمام والكمال مفاوضات بشأن هذه القضية. وغانم قال خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب إنه في حالة وجود فيضان بشكل منخفض، نحن نتحدث عن حالة جفاف طبيعي ويضاف إليها جفاف ناتج عن عملية الملء، وبالتالي الضرر هنا سيكون مضاعف على دولتي المصب مصر والسودان. وغانم قال المتحدث باسم وزارة الري إن الفتحات التي توجد الآن في سد النهضة، أي البوابات، التصريف الأقصى ليها 50 مليون متر مكعب في اليوم وطبقا للمناسيب الحالية، وقال إنه عند التخفيض لاستكمال عملية الإنشاء ستصل ل 25 مليون متر مكعب في اليوم، بما يعادل 600 مليون متر مكعب في الشهر، أي مليار متر خلال شهرين. وقال إن دولتي المصب اعتادتا على وصول 22 مليار متر مكعب خلال شهر 7 و8، وقال إن الفتحات الموجودة ستمرر 2 مليار متر مكعب على الأكثر، وقال إن نتيجة الفتحتين دول اللي في سد النهضة هيكون في نقص 20 مليار متر مكعب في حصة مصر، وقال إنه من المفترض أن يتم فتح فتحتي التوربينات الموجودتين من العام الماضي حتى يتم تمرير المياه، ويتم أيضا تخفيض المنسوب أمام السد، والمشكلة أن التوربينات لا تعمل وغير قادرين على فتحها، وذلك من ضمن المشكلات الكثيرة الموجودة في الإنشاءات الخاصة بسد النهضة. وقال إنه لذلك نحن نتحدث عن الأضرار الجسيمة التي ستحدث لدولتي المصب بسبب الإجراءات الأحادية الإثيوبية، ونتحدث باستمرار مع الجانب الإثيوبي على اتفاق قانوني ملزم ولكنهم يتهربون منه. وشدد وقال على أنه من المفترض أن يكون هناك اتفاق واضح، وقال القانون الدولي يجب أن يفرض عليهم هذا الوضع، لأن النهر الدولي عابر للحدود والنيل الأزرق في 3 دول متشاطئة عليه، وما ينفعش أن يكون في دولة منبع بتاخد إجراءات على هذه المياه دون الرجوع لدولتي المصب وهناك نية إضرار واضحة. يعني في هذا البيان المتحدث باسم وزارة الري في مصر بيقول لك احنا خلاص دي البيانات النهائية سد النهضة، وانا اترك الامر للجيش المصري. هذا يعني بوضوح ما يعني فهمته من هذا البيان، ان الموضوع ما بقاش خلاص في ايد وزارة الري ولا في وزارة الخارجية، الموضوع متروك للجيش المصري، لان بهذه البيانات وبهذه الاحصائيات نجد أن إثيوبيا تريد الإضرار بمصر، تريد تعطيش مصر والسودان، وهذا الأمر مصر والسودان لن تسمح به، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل عملية الملء الثاني لسد النهضة، لأن الملء الثاني لسد النهضة هيكون فيه كارثة كبيرة جدا. ويعني أنا الصراحة تعبت من كتر ما بنشر أخبار عن موضوع سد النهضة، لكن هذا الأمر يعني اعذروني، انا بحب يعني اوريكم اخر الاخبار عن هذا الامر، ولكن يعني عشان تعرفوا اخر الاخبار والمستجدات.
وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي وننتقل لخبر آخر. الجيش الأمريكي يوجه رسالة عاجلة لمصر. مدير الشؤون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية عبر عن تقديره لما قدمته هيئة قناة السويس لضمان عبور حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور، وأكد بندكت على ثقته فيما تحمله الرؤية المستقبلية المصرية لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة المحيطة من فرص واعدة للاستفادة من هذا الشريان الحيوي العالمي والحفاظ على قناة السويس آمنة في ظل ما تحظى به من إدارة واعية وتأمين من قبل قوات المسلحة المصرية. ورئيس هيئة قناة السويس قال إن احنا نحرص على ضمان حرية الملاحة بقناة السويس لكافة السفن العابرة وتوفير التأمين الملاحي اللازم من خلال ما تحظى به الهيئة من مرشدين أكفاء وبنية تحتية ومحطات لمراقبة الملاحة ومناطق مزدوجة لزيادة عامل الأمان الملاحي، علاوة على التأمين العسكري من خلال القوات المسلحة المصرية وقوات الأمن الداخلي، يعني إشارة يعني لوزارة الداخلية. ومن جانب آخر اللواء سكوت بندكت الجنرال ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية يعني نقل التهنئة بنجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة البرمية في وقت قياسي، وشيد بجهود الهيئة لتحقيق هذا الإنجاز المهم في ظل الظروف لهذا الحادث الاستثنائي الذي أكد على أهمية قناة السويس للعالم أجمع وأثبت كفاءة وقدرة الإدارة المصرية لإدارة هذا الشريان الحيوي. المصدر معانا كان من RT. يعني هذه كانت رسالة جميلة جدا من الجنرال المسؤول عن المنطقة المركزية الأمريكية في هذه المنطقة، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وهام. مصر تكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر. كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر 2021 فلكيا. والمعهد أوضح أن أول أيام العيد ستكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد على أن يكون الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل آخر أيام شهر رمضان 2021 الذي كان أول أيامه الثلاثاء الموافق 13 إبريل الجاري. والمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي أكد وقال إن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2021 سيكون الساعة 5:28 صباحا، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والجيزة. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية. كل عام وأنتم بألف خير. يعني رمضان لسه مخلصش، ولكن يعني البحوث الفلكية يعني فاجئتنا بهذا البيان. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم. ننتقل لخبر آخر. ومصر تحدد أعمالا لا يجوز فيها تشغيل النساء. تعرف عليها معنا. نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا لوزير القوى العاملة محمد سعفان حدد فيها الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. ووفقا للجريدة ورد في المادة الأولى من القرار مع عدم الإخلال بحق المرأة بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل. لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكل الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض. ونصت المادة الثانية يستثنى من حكم المادة السابقة نساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية ولا يؤدون أعمالا يدوية، والنساء العاملات في الخدمات الصحية أو خدمات الرعاية، والنساء اللاتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض، وأي نساء أخريات يتعين عليهن النزول بعد الوقت إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء العمل اليدوي. نصت المادة الثالثة
يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن على ذلك النحو، ويشمل ذلك المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق، وتنظيم الأماكن الخاصة بها وصناعة الأسفلت ومشتقاته، صناعة الكاوتش، صناعة المبيدات الحشرية، صناعة الأسمدة، صناعة المخصبات والهرمونات، وصناعة التعرض للبنزين أو منتجات تحتوي على بنزين. المادة الرابعة قالت: مع عدم الإخلال بحقوق الأمومة المقررة قانونا للمرأة العاملة، يجوز تشغيل النساء أثناء فترات الحمل والرضاعة في الأعمال الإدارية والإشرافية التي لا يتعرضن فيها للمخاطر المشار إليها في المادة السابقة. المادة الخامسة يعني بتخدم على المادة الثالثة، إنه يجوز تشغيل النساء في غير فترات الحمل والرضاعة في المهن المشار إليها في المادة الثالثة، كما ذكرت تفاصيل المادة الثالثة. المادة السادسة بقى بتقول لك يعني العقوبات اللي تقع على المنشأة اللي مش هتطبق هذا القانون من المواد من 1-5، هيتم معاقبة المنشأة بإغلاقها كليا أو جزئيا أو إيقاف الآلات لحين زوال الخطر، وهو التزام المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات المقررة ليعني إبعاد المخاطر الناجمة عن العمل خطرا داهما على صحة العاملات. المادة السابعة بتقول ان مفيش فرق بين كبير او صغير من العاملين، يعني كبير او صغير حسب يعني منصب السيدة، اذا كانت مثلا يعني عاملة او مديرة او مشرفة مفيش فرق بينهم في تطبيق هذه القرارات. المادة الثامنة بتقول ان تلتزم وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالتنسيق مع الادارات المختصة بالوزارة والمجلس القومي للمرأة بإعادة النظر بصفة دورية في أحكام هذا القرار لمواجهة أي تطورات أو مستجدات تقع في واقع العمل والإنتاج. والتاسعة والأخيرة، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل قرار أو نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار. المصدر معنا كان من RT، يعني شيء جميل جدا ان احنا نشوف مثل هذه القرارات لضمان حقوق المرأة في مصر. هذا الأمر يعني مختلف وجميل، وتحية كبيرة لمن طبق أو نظم أو شرع هذا القرار أو القانون. ننتقل لخبر آخر وأخير، مفاجأة كبرى نكشف سبب استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية. وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير كشف عن استقالة أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد من منصبه لظروف صحية. والفريق كامل الوزير قال في تصريحاته لجريدة الوطن إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد لتقليل حوادث القطارات وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين. وضح إن حركة القطارات منتظمة، وده تزامنا مع 8 و9 أيام شهر رمضان المبارك. وكانت وزارة النقل المصرية قد أعلنت تعيين رئيسا جديدا لهيئة السكك الحديدية بقرار من وزير النقل الفريق كامل الوزير. المصدر معنا كان من الوطن. أتمنى إن ما يبقاش في حوادث تاني للقطارات، لأن احنا تعبنا جدا ومن هذه يعني الأخبار عن حوادث القطارات في مصر في الأيام القليلة، يعني تقريبا في خلال أسبوع 5 أو 6 حوادث للقطارات في مصر. نتمنى الشفاء للمصابين وتعازينا لأسر الضحايا بسبب حوادث القطارات في مصر. جينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم من عبد الفقير لله إسلام من قناتكم مصر ميديا اي بي وصفحتكم بنفس الاسم إسلام الأمير مصر ميديا اي بي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وأخبار جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.